هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة مستعدة لأي إجراء للحفاظ على صحة العاملين بمشروع الرمال السوداء. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التأكد من أن العمل في مشروع الرمال السوداء ليس له أي تأثير صحي من خلال الإجراءات والمعايير والاحتياطات التي يمكن تحقيقها. أنتوا شايفين أن احنا محتاجين مواد لارتدائها للعاملين أو كده، احنا مستعدين نعمل ده، يعني نبقى متحوطين اكتر طبعا، حارسين اكتر طبعا، عشان في النهايه ما هو اللي شغال بالشغال يوم ولا شهر، ده شغال على طول. صحيح. فاحنا عايزين نبقى مطمنين من الكلام ده، لان دول اهلنا طبعا طبعا، عايزين نطمن ان الشغل ده ملوش اي تاثير صحي على الانسان من خلال الاجراءات اللي بتتعمل بالدراسات اللي انتم عارفينها تمام، والمعايير المعمول بيها، وايضا بالاحتياطات اللي احنا تمام ممكن نحققها.